أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. حادث مرور مميت يودي بي حياة ثلاث شبان في مقتبل العمر. وقع الحادث المروري الخطير بالطريق الرابط بين تاملوكا وعين عبيد بولاية قلماغ، وتمثل الحادث الأليم في تصادم بين سيارتين سياحيتين، مما أدى إلى وفاة ثلاث شبان. ويتعلق الأمر بخرزي سراج وبولبازين حسين رفيق علاء رحمهم الله، وأسكنهم فاسح جناته. إن لله وإن إليه راجعون.